حنا انا ام الطالبه في السنه الاولى، جيت باش نساند بنتي وجميع وكنوب على زعما كنساند بصفتي ام وجميع الاباء والامهات نساند وليداتنا ضد هاد القرارات اللي كيتاخذوا في حقهم. حنا ما كنطالبوا حتى شي حاجه غير بعدم رجعيه القوانين. هما هاد الدفعات الخمسه تعرضوا لواحد الحيف فان انا غيطبق عليهم واحد القانون اللي زعما هما ما دخلوش عليه نهار الاول. واخا انا يا بنتي في السنه الاولى ممكن انها غتخافي، بالنسبه للناس اللي في السنه الخامسه والسنه الرابعه والسنه الثالثه راه صعيب تطبيق هذا القانون باثر رجعي. وبالنسبه لذاك الشيء اللي شفنا البارح في الوقفه ديال البارح، صراحه حنا كدوله ديمقراطيه العمر ديالها 12 قرن حشومه نشوفوا ذاك التدخل على الطبه بداك 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 العنف. وحتى الاباء والامهات تعرضوا لك العنف، كانوا جرحى، كانوا زعما صراحه اين نحن من الديمقراطيه؟ نهار 24 في هذا الشهر خرج وزير العدل الوهبي كيقول لك حنا ما بقاش عندنا ممارسات لا ديمقراطيه، تصريح ديال الوزير العدل، ما بقاش عندنا ممارسات لا ديمقراطيه في المغرب. داك الشيء اللي شفنا البارح باش غنصنفوه شنو هو؟ الا كانوا هذوك هما الممارسات الديمقراطيه اللي كيهضر عليهم فصراحه ما عرفتش، انا صراحه ما عرفتش. اش غنقول لك؟ حتى هالطلبه اللي خارجين وكيغوتوا راه علاش كيغوتوا؟ على جوده التكوين ديالهم وعلى ان الممثلين ديالهم يرجعوا. راه لا زعما من العيب اننا نتخلاو على الممثلين ديالنا، هما كيوصلوا غير الصوت ديالهم. هذه اولا. ثانيا هما كيطالبوا باجراء واحد دوره اللي برمجه الدوره في برمجه امتحانات في دورتين باش يكونوا عندهم لي شونس ديالهم. ثالث حاجه كيطالبوا بتجويد مقترح ديال الوسيط، المقترح اللي عطاهم الوسيط نفس المقترح ديال شهر 6. داكشي علاش كان عليه التصويت عليه بكونتر. الناس ديال الصيدله وقعوا على المقترح حيت اصلا كانوا وافقوا عليه من قبل وكان خصهم غير التوقيع ديالو. الناس ديال الطب ما كانش هناك واحد الاضافه في المقترح ديال الوسيط، والممثلين ديال الطلبه راه طلبوا من الوسيط باش انهم يجودوا هذا المقترح. كيطالبوا بانهم ما يتطبقش عليهم القانون باثر رجعي، وهذا مطلب دستوري. راه الدستور كيقول لك لا رجعيه القوانين. هادشي اللي كنقولوا حنا راه مع وليداتنا الاخر رمق، وصراحه هما بغاو يخدموا غير هذا الوطن، ما كيطالبوش بشي حاجه، ما كيطالبوا بمطالب ماديه، ما كيطالبوا بحتى شي حاجه، كيطالبوا بمطالب تكوينيه، مطالب بيداغوجيه بحته، كيطالبوا بداك الفولي موغيغ اللي عند الناس اللي تخرجوا في 7 سنين واللي كيحظوا به هاد الناس اللي دخلوا هاد لا بروموسيون اللي دخلات في 4 سنين في السنين عندها 4 سنين زائد عامين ديال ستاج. هادشي اللي كيطالبوا به، هادشي اللي كاين، هادو هما زعما المطالب ديالنا. ما كنطالبوا حتى شي حاجه اخرى، وكنتمناو ان دوك الممثلين يتعاملوا بواحد الطريقه اللي هما الاخلاق ديالهم ما خانوش خوتهم، وحنا حتى حنا ما غنخونوهمش ان شاء الله. انا ضد التطبيق الامني حيت هادو طلبه ماشي مجرمين، هادو طلبه ومن خيره الشباب. هاد الناس هادو اللي داخلين كلهم دخلوا ب 17 و16 و18 وسهروا الليالي وكان الحلم ديالهم الطب، دابا ولا داك الحلم ولا كابوس، كابوس فريمون كابوس. حنا يكون عرفنا هادشي غيوقع ما كناش كاع نوجهوهم للطب، ما كناش كاع نوجهوهم لهادشي. وبالنسبه لواحد النقطه عافاك كنبغي نشوفها وكنشوفها حتى في التعليقات وكضرني، كيقول لك هاد الناس باغيين 7 سنين باش يهاجروا. هاد الطلبه 80% ديالهم كلهم كانت عندهم عروض ديال مدارس اجنبيه، وكانت عندهم عروض. شحال من واحد جاب الكونكور ديال بلجيك، جاب الكونكور، جاب الباسلاس ديال فرنسا، والى ليسي طومبي وبغى يبقى هنا باش يخدم بلادو ويخدم الوطن ديالو. لا بغاو يهاجروا، راه عندهم 17 و16 وكيتهافتوا عليهم الناس، ولكن هما بغاو الوطن ديالهم وبغاو الاسر ديالهم وبغاو العائلات ديالهم. حنا كنفتخروا بهم، واخا ما اي حنا كنفتخروا بهم.